الأخبار من المحور، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة للشعب المصري في ذكرى ثورة 30 يونيو، أكد فيها قدرة ووعي المصريين لما تم في تلك الذكرى منذ 8 سنوات وقدرتهم على تجاوز ذلك باصطفاف وطني متغلبا على جميع التحديات حتى وجد طريقه للتنمية الحقيقية. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر الأبي العظيم، نحتفل اليوم معا بالذكرى 8 لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الذكرى الخالدة في وجداننا والمضيئة من تاريخ شعبنا والتي استعادت بها مصر هويتها الوطنية وصوب بها شعبها العظيم مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته صلبة لا تلين ولا يمكن كسرها، وأن عزيمته راسخة لتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه وللأجيال القادمة. وأقول بكل ثقة إن ثورة 30 من يونيو مثلت نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث جسدت معاني وقيما غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات والتي ما كان من الممكن التغلب عليها إلا بوحدته واصطفافه الوطني. ولا يخفى عليكم أن الدولة واجهت تلك التحديات بكافة أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية، سواء الإرهاب الذي نجحت قوات الجيش والشرطة البواسل في محاصرته وكسر شوكته، أو محاولات بث عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها هذا الشعب العريق. وبالتوازي كان علينا أيضا مواجهة التحدي الآخر والأكبر الذي تمثل في بناء الوعي والإدراك الواقعي بحقيقة الظروف في مصر وسبل حل مشكلاتها والشروع في عملية تنمية شاملة للارتقاء بكافة مناحي الحياة في كل ربوع وطننا العزيز مصر. وقد ساهم وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري العريق في دعم جهود الدولة للمضي قدما نحو المسار الذي اخترناه معا من خلال تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم وحديث في جميع المجالات، وذلك في إطار برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي العميق والشامل وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه في جميع أوجه حياتنا، وذلك كخطوة على الدرب لتغيير واقع الحياة في مصر لما نرضاه ونفخر به ليكون حاضر ومستقبل مصر بعظمة ومجد ماضيها، وليجد كل مواطن في هذا البلد متسعا كريما له ولأبنائه. واليوم وفي هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا أؤكد لكم أننا نسابق الزمن من أجل تحقيق تلك التطلعات التي طال انتظارها، إذ قمنا على مدار الأعوام الماضية بإطلاق سلسلة متكاملة من المشروعات القومية في كافة المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى تعبئة جهود الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بكافة فئاتهم، وعلى امتداد رقعة الدولة. وأؤكد لكم أن مصر قد وجدت طريقها
إلى التنمية الحقيقية، مدعومة باصطفاف ودعم شعبها العظيم للاستمرار في العمل والتطوير والبناء والإصلاح لمجابهة التحديات التي طال أمدها في الدولة. الأخوة والأخوات، علينا جميعا مواصلة بذل الجهود المضاعفة من أجل التغلب على التحديات المفروضة على العالم اليوم في ظل جائحة كورونا، حيث حققنا في هذا المقام إنجازات واضحة شهدت لها جميع المؤسسات التنموية والاقتصادية الدولية من خلال المسار المتوازن الذي سلكته الحكومة في التعامل مع الأزمة. وكل إيمان فإن ما يتم بذله من جهود ضخمة من جانب أبناء مصر المخلصين والأوفياء كفيل بالاستمرار في هذا النهج المتوازن من أجل تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يطمح إليها الشعب المصري. شعب مصر العظيم، أتوجه إليكم اليوم بخالص التحية والتقدير، تحية من القلب لكل مصري ومصرية على إدراككم العميق ووعيكم الحقيقي بمتطلبات إصلاح وطنكم، لتجسدوا المثل والقدوة والنموذج وتثبتوا مجددا مدى حكمة وعبقرية هذا الشعب الكريم. وأجدد من جانبي العهد معكم على الاستمرار كتفا بكتف ويدا بيد في إرساء قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء والانطلاق نحو مستقبل أفضل لكم ولأبنائكم، مستلهمين في ذلك روح ثورة 30 يونيو المجيدة. كل عام وأنتم بخير، ومصر في تقدم وأمان واستقرار. وأخيرا ودائما، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي تدوينة للرئيس السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة ثورة 30 من يونيو، أكد أنها لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلا، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض. وأضاف الرئيس أنه يتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنا لرفض التطرف والإرهاب، بأن مصر لن تنساهم وهم في قلوبنا، نفخر بهم وننحني إجلالا لأرواحهم الطاهرة. كما وجه التحية والتقدير والإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت للعالم كله أنه الشعب الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقينا بدولته ومؤسساته الوطنية، وها هو يثبت للعالم كله صحة اختياراته ودعمه لإعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدي، مضيفا: حفظ الله مصر وشعبها إلى يوم الدين. وفي السياق نفسه، توجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن ثورة 30 يونيو ضرب فيها المصريون المثل والقدوة في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها، ليثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم، مضيفة: كل عام أنتم بخير ومصر الغالية في أمان واستقرار وسلام. وكان الرئيس السيسي قد تفقد صباح اليوم اصطفاف المعدات والآلات الهندسية المشاركة في مبادرة حياة كريمة، حيث أعلن رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري
وعبر الرئيس السيسي عن حرصه على بدء المشروع في مثل هذا اليوم ليكون تغيرا آخر حقيقي لأكثر من نصف سكان مصر. ووجه الرئيس السيسي التحية لكل من شارك في المبادرة التي تهدف لتوفير حياة كريمة للأسر المصرية في الريف. وأشار الرئيس السيسي إلى أضرار التوسع الأفقي وما تم من تعد على الأراضي الزراعية الذي وصل إلى ما يقرب من 2 مليون فدان على مدار العقود الماضية، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المبادرة سيتم إصدار وثيقة رسمية توثق للمبادرة.